بال2022 منتخب لبنان شمس طلت بالعالي. منتخب لبنان مرعب مبدع رائع وبياخذوا صدارة المجموعة. سلسلة انتصارات متتالية بتصفيات كأس العالم. أقصى ظرف عم يمرق فيه لبنان تأهلوا هالشباب لأنه قلبهم قوي وحبهم للبنان كتير كبير. هولي أبطال فرجوا لكل العالم أنه اللبناني ولبنان ما بيموت. وبالبطولة الأسيوية نجوم الأرز كتبوا بزنود وقلوبهم أحلى حكايات لبنانية. هيدا شرف لكل لعيب يلبس قميص لبنان. منتخب نور ليالينا وذكرنا إنه الشغف والتحدي شو ما صار عطول بعيشوا فينا. كيف بدهم يجيبوا الربح بسنانهم؟ تحية كتير كبير، هيدا ما بتلاقيها بأي منتخب. منتخب لبنان وحد الكل وخلى الأمل كبير وعم يوعدنا بإنجازات أكبر بكتير. يعني إذا بدنا نتصدر المجموعة ونروح على كأس العالم مش فات هو وقت الجد. كل لبناني فخور بالمنتخب وكلنا معه بمبارياته اللي جاي ب 24 و 27 شباط ضد الفلبين ونيوزيلند. حلمنا كبير وطموحاتنا حدود السماء.